بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 137. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله. انتهينا في الحلقة الماضية إلى الوجوه الخمسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في إبطال من يقول إن حديث كل بدعة ضلالة لا يتناول كل بدعة، وقال هنا رحمه الله: فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان هناك من عشاق البدع وهواتها من يدفع الحديث النبوي الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث فيه التغليظ في تحريم البدع، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، وذلك من ثلاثة وجوه. وجه الأول قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن هذا تحذير بليغ، أي احذروا. الأمر الثاني قوله: فإن كل بدعة ضلالة، هذا تعليل للتحذير، وهو أن السبب في التحذير من البدع أنها ضلالة. والأمر الثالث الإتيان بكل، كل بدعة ضلالة، فهذا يأتي على جميع البدع، لا يستثني منها شيئا. الأمر الخامس قوله: كل ضلالة في النار، هذا تهديد بالنار، ولا يكون التعذيب بالنار إلا لكبيرة من كبائر الذنوب. فهذه الوجوه الخمسة في هذا الحديث تدل على تحريم البدع من غير استثناء، والوعيد على من فعلها أو من أحدثها. قد يقول قائل: ما هي البدعة؟ لأن التفسيرات تختلف، وكل يفسرها بحسب هواه أو حسب ما يظهر له. نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلنا إلى تفسيراتنا، بل حسم المادة، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل ما لم يكن عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الشرع فإنه بدعة، لا يستثنى منه شيء، فيكون هذا ضابطا للبدعة، أتى منصوصا عليه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس مجالا للاجتهادات والتفسيرات.
ومع هذا فإن هناك من يقول هناك بدع، هناك بدع حسنة محادا لله ولرسوله في قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه سواء. هذه التأويلات الخمسة التي أو هذه الوجوه الخمسة التي ذكرها الشيخ سابقا وشرحت في الحلقة الماضية تدل على بطلان هذا التأويل الذي يقول إن هناك بدعا حسنة. نعم. لا يجوز حمل الحديث عليه سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد. نعم، لا يعول على هذا الكلام وهذا التفسير المخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم والمستثني لشيء من البدع لأنه حسن، فإن هذا مردود عليه. وإن جاء بدليل يزعم أنه صارف فإن الدليل لا شك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويفصل بعضه بعضا، لكن إذا صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك بدعة حسنة فنحن نقول هذا مخصص لإطلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن من ذلك شيء فلم يأتوا بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت فيه أن شيئا من البدع حسن حتى يكون مخصصا لهذا العموم أو مقيدا لهذا المطلق. نعم. أحسن الله عليكم. قال فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. هذه قاعدة، أن من ادعى في أي دليل من الأدلة أنه ليس على ظاهره وأنه محمول على معنى آخر غير الظاهر فيلزمه أمران. أولا يلزمه أن يأتي بالدليل الصارف. الأمر الثاني أن يكون أن يبين معنى الدليل الذي جاء به ويفسره بتفسير صحيح حتى يكون صارفا للدليل الأول عن ظاهره. يلزمه أمران، أولا الدليل الصحيح الصارف عن ظاهر اللفظ، الثاني بيان دلالة هذا الصارف على ما يريده هذا المؤول. نعم. قال وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول. هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ فيما سبق تمنع تأويلات هؤلاء، ويبقى الحديث السابق فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة على عمومه من غير صارف. نعم. قال وأما مقامهم الثاني وقد ذكره في حلقة سلفت أن يقال عن بدعة معينة وهذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كذا وكذا، قالوا أما مقامهم الثاني فيقال هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع. نعم. قالوا أما مقامهم الثاني مقام مؤول الحديث وهو يقول هناك بدعة حسنة، نعم فيقال هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع. نعم. المقام الثاني وهو قولهم إن هناك بدعة حسنة، هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة، أن يقال الحديث الأول صريح لأنه ليس هناك بدعة ليس هناك بدعة حسنة، وهو دليل صحيح وصريح، فيبقى قولهم هناك بدعة هناك بدعة حسنة مجرد دعوة. نعم. والدعوة
لا يقاوم بها الحديث الصحيح، والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. نعم. قال فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، على قبح جميع البدع لعمومه، لكن أكثر ما يقال أنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم. هذا جواب. الجواب الثاني، إذا ثبت أن هذا الذي يدعونه حسن فنقول الحسن داخل في السنن، ليس بدعة. نعم. وإنما يكون سنة، سنة حسنة تركها الناس فيأتي من يحييها، كما فعل عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح، فإنها سنة، يعني كونها تصلى جماعة خلف إمام واحد هذا سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم تخلف عن أصحابه خشية أن تفرض عليهم، لم يتخلف عنهم لأن ذلك غير مشروع أو أنه نسخ، وإنما بين صلى الله عليه وسلم ما هو المانع له، وهو خشية الفرضية. فلما توفي صلى الله عليه وسلم انتفت الفرضية وبقيت السنة. جاء عمر رضي الله عنه فأظهر هذه السنة وأعادها كما كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور انتفى، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع ولا إيجاب ولا تحريم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويبدو يا شيخ أنه لا، ليس لأهل البدع المستمسك إلا قول عمر عن هذا العمل إنها نعمة البدعة هذه. هذا يأتي الجواب عنه. بسم الله. قال رحمه الله: وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. نعم، الأصل والقاعدة أن كل بدعة ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن هو الذي يعقب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هناك بدعة حسنة؟ نعم. فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة، إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث. نعم، إما أن يقال الحسن ليس بدعة وإنما هو سنة، نعم، لكن أثبتوا لنا أنه حسن، وإما أن يقال إذا ثبت أنه حسن فيقال هذا مخصص للحديث إذا ثبت. نعم. وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، عما ثبت حسنه، لا بالدعوة يقال هذا حسن مجرد دعوة، لأن الاستحسانات تختلف، فما يكون حسنا عند قوم يكون سيئا عند آخرين. فالضابط ليس أعراف الناس وأذواق الناس، إنما الضابط ما جاء به الشرع. نعم. وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها. نعم، الكلام إنما هو فيما جاء في أدلة الشرع أنه حسن، أما ما ادعي أنه حسن فهذا لا يؤخذ به، لأن التحسين والتقبيح إنما هو للشرع. وهذه قاعدة، أن العقل يدرك التحسين والتقبيح إدراكا مجملا، نعم، ولكن التفصيل إنما هو للشرع المطهر. وإنما المعتزلة هم الذين يقولون بالتحسين والتقبيح المستقل، أما أهل السنة فيقولون العقل محكوم بالشرع، فالعقل يدرك أن هذا حسن وأن هذا قبيح، لكن لا يشرع للناس، إنما الشرع من عند الله عز وجل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. نعم، نقول لهم: أثبتوا لنا من الشرع لا من أذواقكم، نعم، أن هذا الشيء حسن، فإذا ثبت أنه حسن صار داخلا في السنة، داخلا في السنة. نعم. وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه. دلالة من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، دلالة باقية على عمومها. نعم. ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة. لا يجوز لأحد أن يقابل هذه الكلمة النبوية الجامعة، قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لا يجوز لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة النبوية فيسلب عمومها فيقول هناك بدعة حسنة، فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل. نعم، هذا لا يكفي أن يكون تأويلا، فإن التأويل قد يكون صاحبه معذورا، لكن هذا مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يقول هناك بدعة حسنة معارضا بها بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا يكون مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة، إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث. نعم. بل يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة، إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة. نعم، ما ثبت أنه حسن. نعم. فإنه ليس ببدعة ولو قيل أنه بدعة، فإن الشرع جاء بأصل له، جاء الشرع إنما جاء بالأمور الحسنة. نعم. ونهى عن الأمور القبيحة في العبادات وفي غيرها. نعم. قال فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم. هذا كما سبق، هذا تكرير لما سبق من أنه إذا ثبت أنه حسن فإنه يكون مندرجا في السنن، يكون مندرجا في السنن، أو يكون مستثنا من قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. هذا إذا ثبت بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مجرد الظنون والاستحسانات والعادات فهذه لا تكون حاكمة على الحديث الصحيح. نعم. يقول لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم، مع أن الجواب الأول أجود، وهذا الجواب فيه نظر. نعم. فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قصد التعميم المحيط بكل صورة من صور الأعمال هذا مقصود للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فإن كل بدعة ضلالة، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فلا يمكن أن يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يزاد على ما قاله صلى الله عليه وسلم أو أن ينقص منه. نعم. قال فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. نعم. فأما صلاة التراويح، لأن هذا من الأمثلة التي يحتجون بها. نعم. وهي أن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على إمام واحد في التراويح، نعم، قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها. فليس مراد عمر البدعة في الدين، لأن البدعة في الدين محرمة، وعمر هو أعلم الناس بهذا، فلم يكن ليبتدع في الدين ما ليس منه، حاشاه رضي الله عنه، وهو الذي عرف بقوته وصلابته في وجه البدع والمحدثات.
وإنما مراده البدعة اللغوية، وهي ما كان على غير مثال سابق، لأنه مضت فترة في حياة الصحابة وهم لا يجتمعون على إمام واحد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمر هداه الله فجمعهم على إمام واحد بدل ما يكونون متوزعين يشوش بعضهم على بعض. على بعض. ولا شك أن دين الإسلام جاء بالجماعة وحث على الجماعة ونهى عن الفرقة، نعم. فعمر أحيى السنة رضي الله عنه في هذا العمل من وجوه: أولا أنه جمعهم من فرقة، وهذا مقصود للشرع أن المسلمين يجتمعون، ولهذا يحرم أن يقام في الفرائض أن يقام في المسجد الواحد جماعتان في الفريضة، بل لا بد أن يكونوا جماعة واحدة خلف إمام واحد. وكذلك في النوافل، إذا كانوا في المسجد فلا يكونون جماعة متفرقين في مكان واحد. هذا مظهر سيء، هذا مظهر سيء وتعليم للاختلاف والانشقاق، والإسلام بعيد عن هذا وينهى عن هذا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن عمر أحيا سنة عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة المسلمين صلاة التراويح خلف إمام واحد، فقد اجتمعوا خلفه صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ليالي، ثم تخلف عنهم لعذر أبداه وبينه، وهو خشية أن تفرض عليهم، لأن الفرض والندب والأحكام الشرعية إنما كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المحذور، لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يشرع لهم شيئا من عنده، وإنما أعاد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي صلاها بهم ليالي من رمضان، وكان في ذلك المصلحة العظيمة في اجتماع المسلمين ومظهرهم الطيب وعدم الانشقاق وعدم تشويش بعضهم على بعض. فصلاة التراويح سنة وليست بدعة، حتى يحتج بها من يقول هناك بدع حسنة، فهذه سنة وليست بدعة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا صلاتها أي التراويح جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا. نعم، فليست صلاة التراويح بدعة في الأصل، فهي سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. إذن فقيام رمضان سنة، قيام رمضان، قيام الليل في رمضان سنة، سنة بقوله وسننت لكم قيامه. ثم أيضا صلاتها جماعة خلف إمام واحد، هذا سنة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وصلى بأصحابه ليالي من رمضان وتخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، فكان تخلفه لعذر وليس لأنها نسخت أو أنها انتهت، بل إنما هو لعذر زال في وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات. نعم، وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا أيضا من الأدلة على صلاة التراويح أنها سنة، والاجتماع لها خلف إمام واحد أنه سنة، من قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إن الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يعتبوا على عمر رضي الله عنه أنه جمعهم على إمام واحد، بل وافقوه، وصلوا خلف إمام واحد، وعمل المسلمين حجة مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. قال: كما قام بها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح.
نعم كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يطيل الصلاة، ففي ليلة قام بهم حتى تأخر إلى آخر الليل حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وهو السحور، خشوا أن يفوتهم السحور من تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم وتطويله الصلاة بهم. نعم. رواه أهل السنن، رواه أهل السنن الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. صلى الله عليكم. هل في هذه الإشارة يا شيخ سنية لمن يطيل من الأئمة برضا جماعته أن يطيل، قد يقوم كل الليل في رمضان أو في العشر الأواخر؟ نعم، إذا قام لنفسه فليطول ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قام بجماعة يرضون بذلك أو أمروه بذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال: وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. نعم، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر وموافقة الصحابة له دليل على أن فعل التراويح جماعة أفضل من صلاتها فرادى. نعم. وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام. نعم، من قام مع الإمام حتى ينصرف هذا فيه ترغيب للاستمرار مع الإمام حتى ينصرف. وفي هذا رد على بعض المتعالمين الآن الذين يحضرون في صلاة التراويح في الحرمين. نعم. ومعلوم أن أئمة الحرمين حفظهم الله ووفقهم يصلون 23 ركعة كما كان العهد، كما كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه، 23 ركعة ركعة، هذا السنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه ناحية. الناحية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فدل على أنه ما دام المسلمون يصلون في الحرمين أنه يستحب أن يستمر معهم، لأن بعض المتعالمين إذا صلوا 10 ركعات انفردوا عن المسلمين وانعزلوا وتركوا البقية ويدعون أنهم يعملون بالسنة وهم في الواقع مخالفون للسنة. أولا لأن الشرع أمر بالجماعة وحث على الجماعة ونهى عن التفرق وعن الشذوذ والاختلاف، وثانيا هذا الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهؤلاء انصرفوا قبل أن ينصرف الإمام. قد يقول متحذلق منهم: إن اللي يصلون في الحرمين يتعاقبون أئمة، عدة أئمة وليسوا إماما واحد. فنقول هذا بمثابة عمل الإمام الواحد. نعم. لأن الذي كان يصلي في الصحابة 23 هو إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه. غاية ما حدث الآن أن هذا من باب الاستراحة، لأن الإمام يشق عليه أن يصلي 23 مع ما في ذلك من القراءة والترتيل غير ذلك، فيكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهم بمثابة الإمام الواحد لأنها تراويح واحدة، لأنها صلاة واحدة وإن تعاقب فيها إمامان فأكثر فهي صلاة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله مع صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.